سيد بقال، أنت تقول بأن العسكر هم صمام أمان للسودان، لكن هناك تجمع المهنيين السودانيين قال بيجب أو المطالبة دعا إلى إنهاء الشراكة مع المكون العسكري وألغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني. إذن هناك جهات، هناك جهات وهناك أحزاب وهناك مكونات مدنية تدعو إلى فك الشراكة مع العسكريين. نعم، طيب إذا كان لديهم القرار لماذا لم يفضوا هذه الشراكة؟ كل هذه مزايدات سياسية فارغة ولا أحد يجد الشراكة، هم الذين يتمسكون بالشراكة، وهم الذين الآن يبحثون عن وساطات للجلوس مع المكون العسكري للاتفاق والإبقاء عليهم في السلطة. أما تجمع المهنيين الذي تتحدث عنه، فهذا التجمع يعني منشطر، هو في نفسه منقسم الآن لتجمعين، تجمع للأطم وتجمع الشيوعيين وتجمع للأحزاب الأخرى، الباعثين والناصرين وحزب الأمة وغيرها. ما في تجمع الآن متفق عليه أو تجمع واحد في 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 السودان. تأتي ربما، يعني اسمح لي أن أحكي لك، أنه تلوم المدنيين ولا يعني في ولا مداخلة لومت العسكر على التصرفات الحالية في السودان. يعني ذكرت لك بأن الحميدتي استفز المدنيين بحسب كثيرين عندما قال بأن السياسيين هم المسؤولون عن الانقلابات في السودان. يا أخي الكريم، أنا يعني أنت طول المداخلة تلوم المدنيين. سيد بقال، كي يعني أنا منحاز للعسكر، أنك يعني المشاهد الآن ربما يشاهدك أنك منحاز للعسكر، يعني هذا ما هو قوله، بأنك منحاز للعسكر في السودان. أنا منحاز للوطن يا أخي الكريم، والعسكر كما ذكرت لكم هذا رأيك في الحال، هذا رأيك. يعني لا يمكن أن تكون هناك شراكة ما بين العسكر والمدنيين، والعسكر يوميا في إهانة وإذلال وإساءات مبالغ، والعسكر يرجع سكناتهم ولازم أن يتم تسليم السلطة للمدنيين وأن تكون حكم مدني. العساكر قال لنا إخواننا قالوا تستلم السلطة عبر في انتخابات، أي حزب يمشي يجيب جماهير، تعالوا خذوا الانتخابات، الحزب الفائز ده نحن نحرسه ونحن نأمنه ونحن نكون جيش للوطن. طيب انت ليه رافض الانتخابات؟ انت ليه رافض الانتخابات اذا كنت تدعي ان الشارع السوداني كله معك والجماهير كلها معك؟ طيب قود جماهيرك دي وامشي بها الانتخابات وفوز بها ديمقراطيا، وتعال احسن البلد تحدد لك الانتخابات. لكن هناك مشكله الان، هناك مشكله الانتخابات لغايه الان ما عندك وقت محدد لنهايه السلطه الانتقاليه. كيف ما في محدد يعني لنهاية السلطة الانتقالية؟ أليس هناك ضمن الوثيقة الدستورية بأن 2024 هو تنتهي المرحلة الانتقالية؟ أنا الوثيقة الدستورية غير معمول به، غير معمول بها في السودان. طيب هي المرجع الوحيد، هي الضامن، لكنها الضامن الوحيد. سيد بقال، أنت تقول بأن اخترقت من قبل أطراف كثيرة، لكن هي الضامن الوحيد في الشراكة بين العسكر والمدني هي الوثيقة الدستورية، أليس كذلك؟ نعم، ولكن الوثيقة الدستورية تم إذن يجب العمل عليها، تم إلغائها يا كريم. إذن يجب العمل ضمنها. لا، لم يعملوا ضمنها. إذا كانت الوثيقة الدستورية، أين المحكمة الدستورية؟ أين المحكمة الدستورية؟ أين رئيس القضاء؟ أين رئيس النيابة العامة؟ أين المجلس التشريعي؟ أين كل هذا ورد في الوثيقة الدستورية؟ والفترة الانتقالية الآن يقارب الثلاث سنوات، يعني أنت عايز تشكل المؤسسات دي متين يعني؟ بعد تنتهي الفتره الانتقاليه ولا كل هذا ورد في 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 في, في الوثيقه الدستوريه. انت الان تجد كل القوانين عبر اجتماع واحد في مجلس الوزراء او المجلس السيادي. يعني دون الرجوع للتشريع، دون الرجوع على كل حال في قوانين. طيب، لا يمكن ان تمرر. لكن رغم كل ذلك، حتى الان المشكله بين المدنيين والعسكريين ما زالت باقية، وربما يعني تتعمق أكثر بعد عملية الانقلاب الأخيرة والتصريحات المتبادلة والسجال الذي حدث بين المدنيين والسياسيين وأيضا العسكريين، والاتهامات المتبادلة بأن العسكريون هم المسؤولون، وهناك طرف آخر بأن المدنيين هم مسؤولون عن الانقلاب. وأيضا ذكرت لك بأن هناك كلام استفز المدنيين والسياسيين من قبل حميدتي، وأيضا ذكرت لك بأن الوثيقة الدستورية هي تحكم العلاقة
بين العسكر والمدنيين، لكنك قلت بأن لا أحد يعمل بها. إذن هنا ماذا ينتظر السودان على مستوى الخلافات الحالية؟ إلى أين يأخذ المدنيين إن كان المدنيين والعسكر السوداني، إلى أين يأخذون البلاد؟ يا أخي الكريم، الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وربما يحدث هذا، الحل الوحيد هو حل هذه الحكومة وتأسيس حكومة طوارئ وإعلان الطوارئ في البلاد، وتحديد فترة انتقالية 18 شهر. لماذا أيضا لا نقول بأن حل أطراف أخرى بعدها الذهاب للانتخابات؟ لماذا نأتي على حكومة مدنية مشكلة في السودان، حكومة انتقالية عبد الله حمدوك، حكومة مدنية نأتي إلى يعني هل المشكلة معينة من طيب سيد بقال، هل المشكلة بحكومة مدنية يعني تيسر يعني مصالح المواطن، أم المشكلة أعمق من ذلك هي خلافات بين العسكر والمدنيين وأحزاب سياسية؟ التي قلتها اختطفت من هؤلاء الذين يحكمون الان ويصبوا على صدر الشعب السوداني في الاحزاب السياسيه. هذه الاحزاب لم نراها قياده العامه، ولم نراها في الشوارع، ولم يفقدوا اي من الشهداء، ولم يشاركوا في اي من المظاهرات التي انبرعت في السودان. اخيرا معك سيد ايضا بقال، الحريه والتغيير، قوى الحريه والتغيير تدعو الى، تقول انهم لا يريدون صداما مع العسكريين في السودان. إذن هناك جهات لا تريد الصدام في السودان، وأيضا هناك جهات تدعو إلى إنهاء الشراكة. هنا باختصار إذا سمحت سيد بقال، هل يمكن العمل ضمن القوى الحالية إن كان من الجانب العسكر في السودان أو حتى المدنيين والسياسيين الخروج من هذه الأزمة؟ طيب يا أخي الكريم، الحرية والتغيير التي تقول أنها لا تريد الصدام مع العسكر، هذه نفس هذه الحريه والتغيير، اليس خالد عمر سلك القيادي للحريه والتغيير ووزير مجلس الوزراء لا يتبع للحريه والتغيير؟ هو قيادي للحريه والتغيير، وهو يتحدث في كل الاجهزه الاعلاميه ويقول انه سيواجه العسكر. كيف يعني يكون هناك يعني الحريه والتغيير؟ يعني الحريه والتغيير دائما بتلعب بالحبال الكثير، يعني بتلعب في عده ادوار، دور مصالح ودور مصادم ودور طيب. على كل حال ربما ودور وهكذا يعني طيب. ما عندهم موقف ثابت. ما الحل باختصار؟ هل هناك حل؟ الحل سوى كما ذكرت لك يا أخي الكريم، الحل الإجماع الوطني بين كل أطياف الشعب السوداني، بين كل الأحزاب السياسية المعارضة والحاكمة، والإعلان المبكر للانتخابات، وإعلان حالة الطوارئ، وحل الحكومة الموجودة الآن، لأن الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني ولا تمثل الثوار ولا تمثل هذا رأيك. هذا يبقى كل حال هذا رأيك سيد بقال، أشكرك. هذا رأيك وأشكرك. هذا رأي الشعب السوداني. لا لا لا، لا يمكن أن تجزم يعني وتتحدث باسم الشعب السوداني كله، هناك أطراف أخرى كما ذكرت لك، المهنيين السودانيين يدعون لإنهاء الشراكة مع العسكر. إذن هذا يبقى رأيك وشريحة يعني إن أحببت من الشعب السوداني، لكن يبقى الجدال حاضر بين العسكر والمدنيين والسياسيين في السودان. أشكرك كل حال ضيفي من الخرطوم السيد إبراهيم بقال سراج، الصحفي السوداني.